النهارده وهنوضح. طب ما احنا في نفس الوقت معانا الاستاذ سيد جمعه ومعانا اعضاء اللجنه النسائيه، فبالتالي انا لما قصدت ان انا احط العنوان قصدته من خلال بلاد الذهب واعتزازي بوجود اكتر من عز جوه المجموعه، فده شيء انا اعتز بيه. واعتز طبعا زي ما انتم سمعتوا في اول الكلام ان انا بعتز بيهم كلهم، لان هم فعلا اللي ساندوني وهم اللي خلوا المنتدى ليه اسم النهارده بسم الله ما شاء الله. طبعا هنقل الكلمه الى استاذي والرئيس الشرفي للمنتدى الاستاذ سيد جمعه الشهير بيه عقاد النوبه، وهو الاديب والفنان التشكيلي والناقد التشكيلي، فليتفضل مشكورا. السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله مرواكم وجعلها ليله مباركه من ايام العام الجديد. كل عام وانتم بخير. انا مستعملتوش. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذنا استاذ جمال بن باشا مؤسس هذا المنتدى وداعمه، استاذ الفاضل اعضاء مجلس الاداره المستشارين له، اعدتم لنا هذه الليالي الثلاث حتى يطلعوا ويستعيدوا بعض معالم الجوبة وشرائها ومدى تأثيراتها. ولقد تفاضل الأستاذ فاضل بحديثه عن النوبة مرة جامعة شاملة، وليس لدي ما أضيفه على ما قال، ولكني في عجالة قصيرة أتحدث عن أضخمتم قبل ليلة شرفية القرن السجن القادم والسجن الأولى مرشد ليالي المدينة النوبة راج محرم. قد تم في هذه الليلة عرض بعض الأعمال التي تشكيلية المعرض وأيضا الإكسسوارات النوبية وأيضا منها الإكسسوارات المعروفة النسائية وغيرها، فضلا عن الأطعمة النوبية قطعا عن الأشعار النوبية إلى آخره. بقي هناك النوبة هي تراث وحضارة، وتتعلق النوبة أو تتضمن ثلاثة محاور أساسية، هي الأرض ثم اللغة ثم التراث. الأرض النوبية كما وضحها أستاذنا تمتد من جنوب مصر حتى شمال السودان، وربما كما قال أحد الجزائريين حاليا بعضهم في السودان
ولكن هذه الأرض الغربية كانت ولا زالت منارة ونشأت عليها الحضارة الغربية تضارع الحضارة الفرعونية وغيرها من الحضارات التي كانت في ذلك. إذا النوبة فعلا هي أرض، ثم الأرض تشملها لغة، يجتمعون حول لغة واحدة، حتى وإن كانت هناك لهجتين أو لغتين لكنها تسميها لغة أوروبية تقرأ وتكتب، ولا زلنا نحاول بعض منا في دعم اللغة الأوروبية وإحيائها من خلال النشر، لأن الهجرة تسببت في انتصار كثير من هذا الشتات الأوروبي الذي حولنا ما بين القاهرة والإسماعيلية والإسماعيلية والسويس إلى آخره وإسنا ومنى إلى آخره، نال اللغة في حد ذاتها وأصبح النشر، وأنا واحد منهم لا أريد لأن أمي وأهلي عاشوا في القاهرة وكانوا يملكون اللغة الأوروبية، ولكن أنا في وسط غيري وبالتالي لم أتعلم. إذا نحن في حاجة إلى إعادة إحياء اللغة الأوروبية، وهناك كثير من القائمين على هذا يحمل به الكتابة وتعليمها في البدايات الأوروبية والجمعيات هذا عن اللغة الأوروبية. التراث اللغوي متعدد، منه في العمارة، منه في الطرب، منه في الاكسسوارات، منه في العادات والتقاليد، منه في المناسبات إلى آخره. هذا موجز يوضح ما هي النوبة وأهميتها، كما نحاول من خلال الطبع المنتدى نذكر بالنوبة أرض التراث والحضارة واللغة، نستعيدها جميعا معا خلال هذه الأيام السلسة. أشكركم وأسف للإطالة. شكرا.